راس السنه النهارده من اول كام؟ من اول 10 جنيه. من اول 10 جنيه؟ اه عاملين عروض من اول 10 جنيه. شنس او حواجب او مانيكير ايد او مانيكير رجل او ماسك تفتيح او صنفره او ترطيب بالحليب او ماسك لوز، اي حاجه من اللي انا قلتها دي ب 10 جنيه. تمام، وال 20 جنيه ملهاش حظ ليها؟ عرض ال 20 كمان معانا، كانت حواجب عاديه او اثنين ماسك زائد توريد شفايف وتوريد خدود او مانيكير ايد ورجل وكمان معاهم ماسك ترطيب. تمام، كل ده ب 20 جنيه. حلو قوي زي الفل. وكمان 30. عرض ال 30 بقى هنعمل حانه حواجب بايدن او شنب وحواجب ومعاهم حانه حواجب عاديه او تنظيف بشره سوفت، بيبقى 3 ماسكات وبيبقى توريد شفايف وتوريد خدود، كل ده في عرض ال 30. تمام زي الفل. عرض ال 50. عرض ال 50 بقى معانا ايه؟ ممكن نعمل مانيكير ايد او رجل، يا ده يا ده، الاثنين سوفت ومعاهم مانيكير. عرض ال 50. عرض ال 50 العرض الثاني وش وحواجب تنظيف سوفت توريد شفايف وتوريد خدود وكمان بديل ماسكات. حلوة قوي زي الفل. كمان في عرض ال 100. عرض ال 100 بقى بنات ايه؟ بديل ماسكارا ووش وحواجب وتنظيف بشره سوفت. تمام زي الفل. كل ده موجود فين؟ موري بيوتي سالون، عنواننا سيدي باشا الشارع المصري، هتسالي فين مسجد التوبه، هتعدي بعديها بشارعين، هتلاقي في لوباتير السجاير احدى دور الميزان اللي في وشه او دور ميزان برج بانوراما الهلال. رقم التواصل 0120 27 220. تمام زي الفل. في البشره النهارده معانا بكام؟ لاول مره عاملين عرض على تنظيف البشره الجهاز الكبير اللي هو كان سعره 450، وفي العروض يوم ما بننزله قوي بيبقى 150. النهارده عاملينه من النهارده من اول بكره لغايه يوم 10/1 ب 100 جنيه. تمام، العرض ده عمره ما حصل ولا عمره هيحصل تاني، هو مره في السنه. ممكن كمان بقى نعمل ايه؟ في تقنيه جديده بنات نازله بجهاز اسمه جهاز الهايفو. الجهاز ده بيشد منطقه الجفون وبيشد منطقه الرقبه وبيشد منطقه الخدود، ممكن تزوديها مع الجلسه بيديكي افكت 50%. بيبقى سعره 80 بدل 180. يعني لو اخدتي جلسه الكولاجين وتنظيف البشره الاثنين هيبقوا عاملين 180 بدل 600. زي الفل. عروض بقى الشعر معانا ايه؟ عروض الشعر بقى معانا عروض البروتين والفرج. بصوا اي شعر حقول، شعر لغايه الكتف متوسط الكثافه بنات، وبنضيف 50 جنيه للغسيل. البروتين 500، الفيلر 600، الكافيار 750، الاراجين 850، الفايتين 1200، السيرامويد 1000، النانو بروتين على بوتوكس 800، السيرامويد على نانو 900، الكولاجين 900، البوتوكس 1200، وفي كمان جلسه ديتوكس هديه على اي حاجه احنا عملناها دي، بتبقى بننظف بيها الفروه من اي اثار جانبيه عملناها، استخدام شامبو غلط، عملنا اي حاجه غلط، دي بتبقى ب 100. ولو اي حد اخذ جلسه من الجلسات اللي انا قلتها بتبقى فور فري. تمام زي الفل. موري بيوتي سالون جايبه لكم عروض حلوه جدا. عروض ايه معانا؟ عروض المايكرو بيلدينج بقى. عروض المايكرو بيلدينج عشان راس السنه 250 بدل 1000. تمام، والنانو 350 بدل 1200، البني بيزيد 100. دي كده الجلسه الاولى. مش بس كده، ازاله الشامات والزوايد الجلديه العرض لسه شغال 50 جنيه لازاله الشامه او الزائده الجلديه الواحده. تمام، طبعا لو اكتر من 10 بنعمل خصم 10%. زي الفل. جلسه ديتوكس الشعر بدايه من 50 جنيه، جلسه الانفيت من اول 150 جنيه، جلسه كولاجين بشره او شعر بدايه من 250، جلسات الجلوتاسيون برده بدايه من 250، في كمان ترميم شعر على البارد، ده بيفرق بنسبه 20% بس بيبقى اكتر ان هو علاجي. دي الجلسات بدايه من 300 جنيه على حسب طول الشعر. زي الفل. مش بس كده، معانا كمان عرض الصحاب في البايتين. سعر البايتين اصلا لوحده للشعر لغايه الكتف 1500، يعني الاثنين 3000. اه هنعمل عليهم هديه، هيبقوا الاثنين 3000. مش بس كده، هيبقوا الاثنين بدل 3000 2800. تمام، هيبقى معاهم اثنين تنظيف بشره. زي الفل. وهياخدوا كمان باديكير ورسم حنه. تمام. كمان الجل 150، الاكليرك 150، الجل بولش 200، اي ديزاين 50. تمام، حتى لو في 10 الوان مفيش اي مشكله خالص. مستنيكم تشرفونا في موري بيوتي سالون. ومعانا عرض ايه بقى؟ دلوقتي عرض الجل والاكليرك. تمام، عرض الجل طبعا بنركب الاظافر وبنختار الجل. العرض عامل 150 اللي هو اللون الطبيعي. تمام تمام، احنا دلوقتي في مرحله البرد بنات، اهي قبل البرد وهي لسه واحنا بنبرد. تمام، والاكليرك 150، الجل بولش 200، اي اضافه ديزاين بتبقى عامله زياده 50 جنيه. تمام، دي كده النتيجه النهائيه يا بنات. طبعا تختاري بقى الرسم اللي انت عايزاه. تمام، صحاب. عرض الصحاب بقى يا بنات، اي معالجة عندنا زي مثلا سعرها زي البروتين 550 وبنضيف 50 غسيل، يعني التوتال 600.
هنعمله لعرض الصحاب هيبقى ب 1000 جنيه. مش بس كده, انتوا الاثنين هتاخدوا تنظيف بشره هديه. تمام. كمان ما ننساش حبايبنا الاطفال لازم يعيدوا طبعا ويغيروا جو في السنه الجديده. عرض 50 الاطفال مانيكير رسمه حنه وتريتمنت كافيار وكمان بيبي ليس زي الفل. كل ده 50 جنيه. حلو جدا. عروض البيوتين معانا النهارده. شايفين يا بنات احنا هنا عاملين جذور. تمام. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله حاجات جميله اهي. من غير فلاش يا بنات لما تشوفوا. أيوة. دي من غير فلاش. تمام. ومعانا ده كمان. العروض بقى الحلوه دي. عروض البيوتين بقى بنات من اول 1200 جنيه. تمام. تمام. شعر نفس الطول ونفس الكثافه هيبقى من حدود ال 2000 ل 2000 ونص. زي على حسب الكثافه يا بنات. تمام. البيوتين اللي موجود عندنا دلوقتي بيوتين الماني بيعالج بصيله الشعر نفسها. يعني حلو قوي. الدور اللي طالعه. فالحقوا بقى العرض بتاع الالماني ده. دي كلها لمعة طبيعية. احنا مفيش فلاش ولا في اي حاجة. ما شاء الله. الموبايل اهو مفيش فلاش. تمام زي الفل. العروض دي موجودة لغاية امتى؟ العروض دي موجودة اليوم 10 يناير. تمام. استناكم تشرفونا في موري بيوتي سالون.